Question 3. من Object-Oriented Programming 1 Lab Manual. Instance variables and static variables. Create a class called account that contains the following data fields. مطلوب لنا بالسؤال ان نعمل class اسمه account. نفتح على الباكج new java class account that contains the following data fields. ID as a static private integer. ID. Balance as private double. Balance. The class also contains the following method. الكلاس اللي عنا بدنا نعمل له contain لهدول الميثود اللي عنا. أول واحد هو constructor that initialize balance data fields to its default values and increment ID by 1. أولا كيف بنكتب الconstructor؟ constructor دائما بيكون نفس اسم الكلاس with no arguments طبعا عشان نعطي قيم أولية للداتا فيلد اللي عنا. ID رح نعطيه قيمة أولية اللي هي 0 والبالانس رح نعطيه القيمة الأولية اللي هي 0 برضو. هلا مطلوب لنا بالميثود كمان ان احنا نعمل increment لل ID بقيمة 1. نعمل ID بلس بلس. نروح على الميثود اللي بعديه the set and get methods for all data fields. نعمل set to get بالنسبة لل ID والبالانس. public integer get id ما بستقبل parameter اوكي خلصنا من اول set to get اكتب set to get الثاني طبعا عملنا الست والجيت للفاريبل اي دي والفاريبل بالانس هم الداتا فيلد بالنسبه للكلاس اكونت. هلا الميثود الثاني a method called withdraw double that withdraws a specified amount from the account balance. withdraw معناها سحب. رح نعمل هسه نشوف شو الايرور اللي عندنا. عفوا public double رح نخلي النوع تبعه مؤقتا هلا بدون نوع اسمه withdraw. طلع set id و get id set balance و get balance عشان نفس نوع ال variable اللي موجود هون. فأنا قاعد ايش هاي this dot balance عشان ايش يجي الميز الأصلية الداتا فيلد اللي عنده بالكلاس يساوي ال variable اللي أنا بعته وين بالباراميتر سواء او بسموها اسماء مختلفه. طبعا هذا الميثود بيستقبل قيمه دبل اسمها اماونت عشان يعملها سحب من البالانس اللي هو الرصيد. طبعا نحن نشتغل برصيد يعني ارقام لازم نحط اف ستيتمنت انه الاماونت يكون اقل من البالانس حتى ما يصير في عندنا قيمه سالبه في الرصيد. إذا تحقق الشرط في الـ if statement
balance minus equal amount. Withdraw void. بدي يسحب هو ما دام بدي يسحب شو اللي راح يتغير عندي؟ البالانس بس. هل راح يرجع اي شيء؟ اوكي هيك ممكن عملنا الميثود الاول. عملنا الشرط عشان ما يكون في عندنا البالانس اللي هو الرصيد سالب، انه يكون القيمه اللي بنبعث له اياها حتى يسحبها من الرصيد تكون اقل من الرصيد نفسه. نفس الاساس نعمل ديبوزيت بستقبل قيمه دبل اللي هي اماونت. ما راح نستخدم اف ستيتمنت لانه هنا يتم عمليه ايداع، حتى لو كان قيمه الايداع اكبر من قيمه الرصيد فما راح يكون في عندنا اي مشكله. اوكي نروح على الفرع اللي بعديه. In the main method create an object A1 of the account class with name Hanin balance 1000. نروح لنا هون على المين نعمل object. الأوبجكت بنكتب باسم الكلاس account اسمه A1 equal new account. راح نبعث له الكونستراكتر اللي هو الاسم الأول هو حنين. بس احنا في الكلاس عندنا مش عاملين داتا فيلد اسمه نيم. نعمل داتا فيلد جي اسمه public string name، نعطيه قيمة أولية في الأكونت name equal لما اقتباس فارغة، ونعمل له set و get. لا بس اطلع خمسة. لا لا صح بس ستنا. اوكي هلا احنا عاملين كونستراكتر بالنسبه للكلاس ما بستقبل ارجمنت. نعمل كونستراكتر ثاني بنفس اسم الكلاس لكن المره هاي بستقبل اثنين ارجمنت. الاول هو الاسم نيم نوعه string. wait هلا كم يعني هاي كونستراكتر ايش ونو ارجمنت صح؟ هاي كونستراكتور ويذ ارجيومنت، كم من باراميتر لازم يكون فيه؟ نفس الداتا ثلاثة. اوكي. قلنا نفس لانه نفس عدد الداتا فيلد صح؟ ثلاثة. اوكي. هلا هاي شو معرف الاي دي؟ صفر. ستاتيك. ستاتيك وهاي ايش؟ دبل وهاي سترينج. هاي ستاتيك انتجر دبل وسترينج. الستاتيك ما بتبعتها بالكونستراكتور. لانه الستاتيك شو بتكون هاي؟ معروفة قلنا شيرنج دمين. لكل الاوبجكتس صح؟ عشان هيك الكونستراكتر الاصل فيه اللي اعمله يكون الداتا فيلد العاديه مش الستاتيك. فكم من داتا فيلد ضل عندي؟ اثنين اللي هي ايش؟ السترينج والدبل البالانس والنيم. عشان هيك هو عمل سترينج نيم فاصله شو راح تكون؟ دبل بالانس. وجوا الكونستراكتر برضه شو راح يكون؟ الاي دي ماله؟ بلس بلس. متذكرين لما قلنا رقم الحساب لازم لحاله يكون سبل للبرنامج؟ فمثلا واحد يعمل حساب اول 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 حساب فتح عندي شو راح يكون ضغطه؟ واحد. الثاني اثنين. ثالث ثلاثة. كل ما ينفتح عندي حساب شو بلس 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 بلس. مش المفروض اني انا اعمل له اساين ذا فاليو؟ مش المفروض انا اعطيه رقم حساب؟ ليش؟ يعني ليش مش المفروض انا اعطيه رقم الحساب؟ لانه من السيستم. لا عشان ما حدا يقدر يغير في اكثر من رقم حساب ممكن.
بس الاعظم برايمري شيء ثابت أيوة. للجميع، لانه انت اذا بتعطيه رقم حساب انت ممكن يتكرر، يصير عندي شخصين معهم شو نفس رقم حساب، عشان هيك بتخليه اوتو نمبر. كيف اوتو نمبر؟ كل ما يعمل اوبجكت بالكونستراكتور شو بيحكي له للاي دي مالها بلس بلس، والاي دي ستاتيك هي بتكون واحد، اعمل اوبجكت ثاني بصير اثنين بصير ثلاثه بصير اربعه، ذكرين ستاتيك تكون شيرنج لكل الاوبجكت. اوكي create an object A1 of the account class with name حنين and balance 1000. رح نبعت له أول شيء الاسم اللي هو حنين، والبراميتر الثاني اللي هو البالانس هو 1000. هيك بكون عملنا الأوبجكت. نعمل أوبجكت ثاني create an object A2 of the account class with name Ali balance 2000. اسم علي اوكي withdraw 100 from A1 balance. هلا عشان نعمل هاي العمليه نكتب اسم الاوبجكت البدايه A1 dot، نستدعي الميثود اللي اسمه withdraw، نبعث له قيمه اللي بدنا نخصمها من الحساب deposit 50 to A1 بالانس، نفس الوضع ديبوزيت 50. هلا اخر مطلوب اللي هو برينت ذا بالانس اوف A1 اند A2. نعم ران The balance of حنين is 950 The balance of علي is 2000. هيك طبعا بكون خلص السؤال The balance of حنين is 950 The balance of Ali is 2000. يعطيكم العافية.